أهلا بكم في حصة جديدة من الأولى الإخبارية. الاقتصاد بين آمال الإنعاش وكابوس الإفلاس. الهاجس الأكبر للسياسة التونسية الراهنة هو التكلفة الاقتصادية التي ستضطر تونس لدفعها مجددا إذا ما تفاقمت الأزمة الراهنة، أزمة سيولة، أزمة استثمار، أزمة مبادرة، أزمة عمل، وأزمة إنتاج الخيرات. قيل عن تونس أنها غدت بلداً لم تعد تنتج ثروة، تنتج ما يحتاجها شعبها ليأكل. لماذا؟ أكد رئيس الحكومة من جهة أخرى السيد مهدي جمعة أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب، إلا أن الخروج من الأزمة ممكن، وذلك إذا تم الالتزام بعدد من القواعد الضرورية، ومن أهمها تحقيق الهدوء الاجتماعي والانصراف مجددا إلى العمل، متوجها في هذا الصدد بدعوة إلى كل التونسيين لمضاعفة الجهد والتفاني في العمل ولتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المطلوبة. وبين جمعة في حديث أن المالية العمومية سلط عليها ضغط كبير خلال السنوات الثلاث الماضية جراء تفاقم الدعم والانتدابات الكبيرة في الوظيفة العمومية التي انجر عنها ارتفاع كبير في كتلة الأجور وتنامي الاقتصاد الموازي وما ترتب عن ذلك من تقلص في مداخيل الدولة فضلا عن الهبوط الملحوظ في الإنتاج والإنتاجية. وقال أن من أولويات الحكومة في هذه الفترة ترشيد الدعم الموجه إلى المواد الاستهلاكية بطريقة ذكية وفق توصيفه اقتصادنا في لحظة حرجة فارقة. للنقاش في هذا الموضوع، موضوع الأولى لليوم هو موضوع اقتصادي 100%، نستضيف معنا سيد الحبيب جيتي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. سي نبيل، مرحبا بك. وقناة الجنوبية بالمناسبة ذي تهنيك على نائب رئيس الاتحاد العام للمراجعين والمحاسبين العرب، هذا منصب جديد. سي نبيل، مرحبا بك. أكيد لهنا حتى من رئيس الحكومة سيد مهدي جمعة كما قلت في المقدمة متاعي، يعني أكد لتحقيق الهدوء، يعني تحقيق النمو الاقتصادي لابد من هدوء اجتماعي. لهنا سي نبيل، المعطى الاجتماعي، ما مدى أهمية هذا المعطى الاجتماعي في تحقيق استقرار اقتصادي البلاد التونسية؟ هو سؤال صعب إجابة عليه في 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 محور معين. شو نقول؟ نقول أنه اليوم هو نربط المحور الاجتماعي كما تفضلت سيادتك بالإنتاجية والمردودية طبعا. إذن احنا نقولوا حاجة قبل ما نخمو في الفلوس والتوازنات ومتابعهم، إذا كان مش نلقاو موارد بشرية مستعدة تنتج وتعمل، المعادلة مش تكون مقابلة الانتظارات. أيه. البعد الاجتماعي باش نحاول نختزله في أربعة محاور. أولا الشغل الهش، لومبلوا بريكير. من بين، ونرجع كلمة الحبيب بعد أحداث حدث تاريخي 14 جانفي، الناس كل تعتقد وأنه باش نكملوا نخدموا بنفس المنوال. اليوم التونسي غير مستعد أنه يمشي للعمل بظروف المعيشية وغلاء المعيشة الموجود ومعاه ضعف الجرايات. أيه. وهذا قلنا عليه ونبهنا ليه، وهذا مسلسل نقدمه شويه ربطناه بصندوق الدعم. احنا اليوم كي نحبوا نصلحوا صندوق الدعم على اساس باش نعاودوا نرجعوا نفس الحكايه، وهذوما عندهم بطاقه معوزين وهذه بطاقه ذكيه، مش هذا الحل. احنا نقولوا في عوض ندعموا الاسعار ندعموا المدخول، فو سيفونسوني لي ريفوني. دونك احنا كي نحبوا نحكيوا على الثوره اليوم لازمها تصير ثوره بقرارات شجاعه وجريئه. في الباب الاجتماعي ايضا هنالك كل ما يتعلق بالفساد والرشوه. هذا يخلي يصير فما عزوف وعدم ثقة وأزمة ثقة تخلي العطاء ما يصيرش على كافة الوجهات. وإحنا تمنينا وأنه لوندومان تاع 14 جانفي وأنه يصير عمل كبير على مقاومة الفساد والرشوة، لأنه كنا نعتقد وأنه على الأقل زوز نقاط في التو دو كروسونس ماشيين في الفساد والرشوة، حتى التقارير العالمية الأخرانية تثبتوا. كي يقولوا زوز نقاط معناها على الأقل على الأقل مرتين في 17,000 موطن شغل جديد، معناها على الاقل طلبات اضافيه للشغل تكون موجوده. والهوني نرجع للهدنه الاجتماعيه، لانه على الاقل فما كونتور قاعد ياخو اون شارج الطلبات الاضافيه. اون اتوندون خاطر العائله التونسيه اليوم ما عادش تنجم تستحمل اكثر من زوز بطال. هذايا قلنا انه صار في فتره ما مشيت الدوائر المسؤوله لمنحه امل. الفكره طيبه مش خايبه، ولكن التنفيذ ما كانش صحيح، لان وقت تعطي انت منحه كان يقعد في الدار
وياخذ المنحه هذيك يطلع له خير من البشريه باش يمشي بها ومصاريفها. اذا الافكار موجوده، فما تسرع كبير، فما عدم رجوع للتراكمات نتاع عديد الهياكل ومنظمات في البلاد اللي تعرف الاقتصاد التونسي بدواخله وبسلبياته وايجابياته، مع منظومه الاحصائيه اللي عندنا هي ضعيفه، ولينا نعتمدوا على الامبيريك، على المشاهده وعلى التجربه وعلى كل ما نشوفوه على ارض الواقع. انا يعني تعطيت ثلاثه اربع نقاط ممكن ماهمش مؤثرين برشا، ونتمنى لكن واضحين لهنا. سي نبيل، انا ساقدم معطى تجاوز سعر الاورو مقارنه بالدينار مبلغ دينارين و260 مليم، ويؤكد الخبراء الماليون ان الدينار التونسي سيواصل تدهوره، بما يخشى معه ان يبلغ ارقام قياسيه في ضعف قيمته مقارنه بالعملات الاجنبيه الاخرى. هذا المعطى سي نبيل كرئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه، ما مدى خطورة هذا المعطى؟ والله سؤال هام جدا وفي وقته. احنا نبهنا قلنا ماهوش وقت نتاع حوار اقتصادي وطني، وكان موقفنا واضح رغم اقصاء اللي تم لهيئة خبراء محاسبين للبلوراليزم سنديكال وباترونال، صار اقصاء ونلقاو حوار ما بين احزاب. تصور انت حزب في اقصى اليمين مقابل حزب في اقصى اليسار، جايين باش تلموا في ثلاثة اجتماعات باش يخرجوا لنا قرار ما فيه حتى جانب ايديولوجي غير صحيح. حتى كان باش يجيبوا الاقتصاديين نتاعهم يكونوا زاد عندهم توجهاتهم الايديولوجيه. جينا قلنا راهو الحوار هذايا عندك ائتلاف هياكل منظمات هي اللي تنجم تقوم به وتعطي النتائج، لانه ورقات العمل نتاعها حاضره. وقلنا باش نرجع به للسؤال، قلنا اليوم ما حاجتناش بحوار وطني اقتصادي، بل حاجتنا بلجنه طوارئ اقتصاديه بخليه ازمه اقتصاديه. من بين الحاجات اللي تشتغل عليها يوميا الخليه هذه اسمها يوميا تتابع في الشان الاقتصادي، منها هذا الديغانغولات نتاع قيمه الدينار. نعرف الاسباب نتاعها ونعرفوها منين جات ونعرف الحلول نتاعها، على الاقل ناخذ بسبب بسيط ولا اليوم معطى معناها حتى اعلاميا قاعد تداولوا برشا، اللي هي البالونس دو هو الميزانيه البالونس دو بايمون. هذا فما خلل كبير ما بين العمله الصعبه اللي نشريو بها الواردات والعمله الصعبه اللي كنا نوفروها عن طريق الصادرات. شكون كلمه بركه كي يقولوا كل شهر 1200 مليار في الدوفيز اون ديزيكيليبر، توا بعد خمسه شهور نحكيو على 5500 و5600 مليار. هذا انعكاس اولي ساعه نتاعو، هو عنده انعكاس على عمله سعر الصرف. العمليه هذه جينا اعطينا فيها حلول سريعه، قلنا اليوم يلزم نزيف نتاع خروج العمله يلزم يقف. وللاسف ونقولها ونعني ما نقول فيه، وللاسف هنالك خمول وركود وبطء غريب في وضعيه كما هذه. من غير المعقول اليوم ما عندنا حتى قرار جريء، والهوني الناس كل تحمل مسؤوليتها، المسؤوليه هذه مشتركه ما بين البنك المركزي وما بين وزاره الماليه والاقتصاد لمعالجه الظاهره هذه. اليوم التوريد ما زال على شده، اليوم فما موارد كماليه نجموا نحاولوا نعطلوا الامور شويه، فما عمليات نتاع تاجيل الكونترا، فما عديد الحلول. اذا الوضعيه هذه نقول وناكد بصراحه معناها ماذا بينا نقولوا راهو السيساسيون بايمون توقف على الدفع اللي صار في افريل وماي راه مؤشر خطير جدا. بالطبيعه تبقى هذايا حل من الحلول او باب مفتوح لهذا الحل. لهنا سي نبيل نحب نخصص سؤالي مستوى عيش المواطن، يعني بشكل خاص ما مدى تاثير الوضع الاقتصادي على مستوى عيش المواطن بشكل خاص؟ يعني هو التاثير درجات. احنا نقولوا التاثير وقتاش يبدا ينعكس على الدوره الاقتصاديه لانها متكامله. اي وقت اللي تخلط الشرائح الكل تتمس بالمغاسب معناها بالتدهور الاقتصادي. اليوم بدينا نلاحظوا فيه، شو نلاحظوا فيه؟ وانه ونرجع معناها علاش الاجراءات السريعه؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا ما يلزمش باش نربط مع اللي كان يحكي فيه الحبيب فيما يخص الجبايه، ما يلزمش جي لامبرسيون وانه نعملوا في قانون ماليه تكميل 2014 كالعاده من غير ما يعرف به حتى حد، حتى شي يجينا القانون ايش فيه وربي يعيننا بعد باش نصلحوا الاخطاء اللي فيه، ويصيروا قاعدين يصيروا اخطاء. والميزانيات تونس لتوا ما صار ختمها، وقلنا راهو قانون الميزانيه اللي فات نتاع ستة شهور ماهوش تاع عام، وكينبهوا هكا راهو مش بوغ اليغتي، بالعكس باش بوغ ديغ راهو عندنا ليزاكسيون باش نصلحوا. في الباب هذايا ما يلزمش قانون ماليه التكميل هذايا يصبح قانون اقتصادي، نحبوا نعديوا فيه برشا حاجات، وهذا نبهوا عليه ونعاودوه. احنا طلبنا قانون اقتصادي وحده، سميناه قانون حمايه الاقتصاد وانعاشه. في كلمه انعاشه نلقاوها اليوم في الواد فينانس كومبليمونتير، ما عندها ولا دخل بالانعاش. شنو هذا؟ جينا قلنا نلقاو ان الناس كل ولات تحب يبدل تونس كما يظهر له، مش عن سونيه.
كل واحد عنده كيفاش واحد رؤية حبيب يعني بدل معين. كود الاخر حبيب بدل ريفورم بانكير الاخر ريفورم فيسكال واحنا ماشيين. قلنا لهم هذا راه مش معقول ونرجع للكلام وانه هذا في فتره مؤقته على مؤقته على مؤقته ما يجيش، خلي الاستابيليتي من بعد. اليوم عندك دي بوان نعرفوهم اللي هما معطلين الاستثمار ولا معطلين التشغيل، نعرفوهم بالنقطه بالنقطه، الهيكل الكل تعرفهم، يجيب لك ورقه عمل ويقول لك باللي نقص لي في الاجل هذايا ولا نقص لي في التعطيله هذايا والبيروقراطيه، هذوما الكل دي ميجور نتفق عليهم الناس الكل نسميهم لي كويك وينز، يتحطوا غادي ويكونوا ترونسوندون، معناها يمسوا تو لي كود والناس الكل تلتزم بهم. وقتها ناكد لكم وانه عجله الاقتصاد تنجم تدور، وتونس عندها ثوابت اقتصاديه ماهيش خايبه كونتريمون اسكون بونس، وموقعها وغيره فما برشا معطيات مش معقول، وانه دواليب الاقتصاد معطله، والغريب وانه معطله بقرارات اللي خلينا ساعات نشكوا في برشا امور مش معقول. هل نشوف فيه انا اليوم نعمل معناها قاعد كان تلاحظوا نحكي معناها في بيتريب سيكو خاطر الوضعيه راه بدات قرارات يعني من انا جهه من اولا من القرار من عادي جدا انه فما القرار السياسي الوطني يلزم يكون لاهي بالاقتصاد، لانه احنا ديما نقولوها الصوت السياسي تغاع الصوت الاقتصادي لمده السنوات هذه كل، وجينا قلنا راهو نهار باش نجيو تحل المشكل السياسي نرجعوا القانون الاقتصادي طايح في عوده الحمله الانتخابيه تصير نرقعوا في الاقتصاد. اليوم هذا نحب ننبهوا عليه، احنا الحاجه الباهيه باش نعطيو حاجه نتفائلوا فيها وانه تحديد موعد انتخابات اقتصاديا عنده انعكاسات ايجابيه جدا. ولهذا اليوم الناس خاصة كل ما هو حراك سياسي باش تلعب الانتخابات، اش طالبين احنا؟ فها ستة شهور هذه حتى بحول الله تصل الهيكل الرسمية معناها المستقرة والمستمرة، عندنا جملة من الإجراءات طالبين بدين يدينا لجميع الأطراف، بما في ذلك زاد الناس اللي سال تونس، الأطراف اللي سال تونس وعندها قرار وعندها معناها رأي في الموضوع. باش نعملوا على الاقل ستة شهور خاطر سي بوكو دارجون، راهو في عام وقت ما ناخذوش قرارات صحيحه كما عملنا كجو ان ستوب العام خسرنا فيها على الاقل على الاقل 7000 مليار. اليوم راهو ستة شهور باش يقول لنا نستناو الانتخابات، الانتخابات مش على روحها، احنا اقتصاديين مش معنيين بهذا، اعطيونا خلينا نشوفوا شويه عندنا شويه مشاغل شويه قرارات طالبينهم، ما يحتاجش حتى الرجوع للمجلس التاسيسي لانها قرارات تنفيذيه ترتيبيه نقوموا بها باش نحافظوا شويه. اكيد وديما كلمه نقول فيها هما زوز كلمات معناها التايم از ماني، الوقت راه فلوس. والحاجه الثانيه في الاقتصاد يقول لك في موا غيفي، اليوم نحبوا المسؤول ولا رجل الدوله اللي باش يخرج الكوستا صار هاو ريزاكس لا او تو موبيليزي الشعب كله باش يخدم عليهم. هذا طالبينه وان شاء الله بحول الله.